بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الاعزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 بارت 5 Preliminary ديزاين اوف بيمز اند كولومز بنتكلم هنا على التصميم المبدئي او التصميم اللي احنا بنعمل كالكوليشنز سريعه كده عشان نعرف الدايمنشنز بتاعه الكاميرات وبتاعه الكولومز فبالنسبه للبيمز انا عندي Effective سبان 8 متر وعندي الايفكتيف ديبس بيزد اون الديفليكشن كريتيريا ممكن احسبها اللي هو الليسبان على 12 يعني ده بدون كالكوليشنز انا بحسب الدي بحيث ان الديفليكشن عندي يبقى سيف فاحنا بنقول ده عباره عن الليسبان مقسوم على 12 ليه؟ لان الكاميرا دي كونتينيوس هي لو طبعا في لو الكاميرا سمبل الكلام دوت بيبقى الليسبان مقسوم على 10 نكمل مع بعض بنفرض الاوفرول ديبس 700 ملي لان طبعا لازم نقرب الرقم ده لاقرب 50 ملي متر ف 666 تبقى كام 700 ويز افكتيف ديبس 650 والبريتس بي بيساوي 400 يعني انا عندي الكاميرا في الحاله ديت التيل كليه هي عباره عن 700 وادي حديد التسليح يبقى المسافه دي دي اللي هي 650 والـ B بتساوي 400 بالنسبة للكولم هنفترض إن الـ Column section may be equal to 400 في 600 يعني العرض دوت هو نفس عرض الفريم وده هنا 600 وفي نقطة هنا كل واحد ممكن يفرض Dimension مختلفة عن الثاني طب هتفرق في إيه؟ كل العمليه انك لو خدت عمود كبير يعني الاريا جروس بتاعه العمود لو كبيره ده هيترتب عليه الحديد اللي انت محتاجه هيبقى اقل اذا ما عندكش مشكله كل ما العمود هيكبر كل ما هحتاج حديد اقل والعكس صحيح